السلام عليكم. صربت تقرارت جمعية تقرارت عين كرمة. عندنا صربة تنشاركوا في الإقصائيات. احنا دابا بموسم شيد الشباني عين الجمعة، الإقليمية ديالنا إقليم عين الجمعة مكناس. جينا إن شاء الله وجبنا الشباب ديالنا تا هما ركبوا معنا وكانوا شاركوا في الإقصائيات تا هما ومشاو تا لبوزنيقة وما ساعدناش الحظ وجاو الصف الرابع والحمد لله كان داكشي عندهم منظم وما ما كتبش فاش يوصلوا لواحد المستوى. وعام اخر ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله مشاركه موفقه ان شاء الله. مصطفى قول لنا فاش كتركبوا، يعني ملي كتبداو كتصافوا شنو كتقولوا حتى كتسالي؟ ملي تنكونوا تاع نبداو تيقراو الفاتحه الانسان تيذكر الله سبحانه وتعالى او تنقادوا الصف، هذا يركب في هذه الجهه الانسان كله تيشد بلاصتو والمقدم تيتكلم بهم عاوتاني ملي تيدخلوا للمطرح تيكون لا تيشد البلاصه ديالو تيكون داكشي التنظيم يكون غادي باش كل ما كل فاش يعرفوا بلايصهم فاش تيوصلوا للراس راه ما تيقولوا في الطريق ملي تيكونوا عاي طلعوا تيبداو يا بسم الله يا بالي حافظ ربي ونكحل خيل شاد 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 ونكحل هوب تيجبدوا تيطلقوا القرص. كيفاش باش انه الطريقه باش انه يطلقوا دقه واحده شكون معلمين بهذيك معلمين هما اللعبات يلعبوا عليها راه مترينين عليها يعني باش مع هذيك هوب هما راه تيتصنتوا على المقدمه اش غايقول اي تيقول هوب ودني ما عنده تيجبدوها. اوه الحمد لله تنطلبوا الخير للجميع ان شاء الله وشكرا. بسم الله اللهم رايا ابني هضربي خلعوا دلار ديال تخلعوا يا وليدي يا خلع حبيبي دخل كل سيري سيري خل عدا كل تحية داعوا معنا لا فرصة بسم الله الرحمن الرحيم يا بني هضربي والكحل عمرو هي والكحل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعية ديال تاقورات تبوريضة جينا لهاد الموسم ديال سيد الشباني جينا مع الدراري ديالنا نتبوردو شويه على حسب المواسم. بالنسبه للفرقه ديالكم فوقاش بدات؟ اخويا بدات من 2016. حنا الشباب الحمد لله تنتبوردو من خلاونا جدودنا التراث حنا تنتبوردو. بالنسبه لكم كيفاش كانت المسابقه المشاركه في المسابقه؟ الحمد لله مزيان، حنا انسجام بيناتنا الدراري راك عارفين لي جون الحمد لله تنشاركوا في اقصائيات والحمد لله. اخويا ما ساعدناش الحظ نطلعوا لدار السلام، يلا دزنا في بوزنيق اخويا ما ساعدناش الحظ، جينا في الصف الرابع اخويا ما جابش الله ونطربوا للسلامه للجامعه اخويا. حد الدري كان تهرس لينا اخويا في الاقصائيات وطاحوا لنا شي دراري ونقصوا لنا النقاط شويه اخويا، هادشي ما ساعدناش الحظ. جوج نقاط ولا ثلاثه تينقصوك اخويا في الترتيب، زعما تيطيحوا لك الترتيب ديالك. خصك دابا ثلاثه الفرق تيدوزوا في اقصائيات اخويا، حنا جينا للصف الرابع فهمتي ما دزناش اخويا. بالنسبه لكم هذا العام عوالين؟ الحمد لله العام ان شاء الله نترينو مزيان ان شاء الله ويجيب الله ان شاء الله. ودي الصعوبه اللي كتلقاو نتوما كشباب؟ صعوبه اخويا تلقاو دابا ملي تجيب دراري برانيين ماشي ولاد البلاد تلقى معاهم صعوبه فهمتي، ملي تكون ولاد البلاد تكون واحد الانسجام اخوه بيناتنا، وملي تجيب واحد براني ما تلقاش منسجم معاك فهمتي، هادشي اللي كاين اخويا. شنو اللي خلاكم انكم دابا نتوما كشباب ما تختاروش كوره ولا الباسكيت، تختاروا شو هاد الفنان؟
هاد الفن اخويا مولود كما قلت لك مع جدودنا فهمتي. دابا الدري تلقى من الصغر ديالو تيحب العود، تيدير 10 سنين تلقاه راكه فوق العود، هو هكا تيمشي اخويا التبوريضه غادا اخويا مع الدم فهمتي، ما يمكنش ما تبدلها ولا شي حاجه. شنو اللي صعيب التبوريضه اخويا؟ ما كاين شي حاجه صعيب فهمتي، الا كنتي تتركب من صغرك وهادي راه تتعشق التبوريضه هادي فهمتي، راه تتعشقها اخويا وتحب ريحه البارود فهمتي. ما اي حاجه تجيك ساهله في التبوريضه، الا كنتي معلم في التبوريضه اي حاجه تجيك ساهله. كتشوفوا دابا الاصدقاء ديالكم شي طيحوا ولا شنو؟ ما كتخافوش انه شي نهار طيح اخويا فهمتي؟ تقول لك واحد المثل، الا ما طحتيش راه ما تعلمش فهمتي، الا ما طحتيش فوق العود راه ما درتي والو اخويا، راك عارف. نتمنوا السلامه للجميع، الله يدير الخير اخويا. كلمه اخيره؟ كلمه اخيره اخويا، تنتمنى للجميع الخير اخويا، وتحيه للدراري كاملين ديال عين كرمه اللي ساندونا، تحيه للبريه كاملين فيما كان اخويا، وعاش الملك اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.